بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم إخواني المواليع. في فيديو جديد بخصوص كيف التعامل مع مرحلة تبديل الريش والمكملات الغذائية الضرورية في هذه المرحلة عند كل الطيور بصفة عامة. أود أن أرحب بالإخوان المشتركين وأيضا المشتركين الجدد، ونتوكل على الله ونبدأ إن شاء الله التفصيل في هذا الموضوع. اليوم اخترت لكم يعني ملح الماء اللي هو ضروري في إضافته في الماء الذي يستعمل للحمام. سوف أتطرق أولا إلى المكمل، أو بالأحرى إلى ملح الماء. هذه المادة الضرورية لإضافتها في ماء الحمام. المادة شوفت أضعها في الفيديو، بعدين هناك فيديو يعني تفصيلي عن كيفية أو طريقة استعمال هذا الملح. هذا الملح اللي اخترت لكم الآن هو مادة خامة، يعني ملح الحمام لا يحتوي على أي مادة كيميائية، فهو طبيعي ومستخلص من الصنوبر الطبيعي، حيث يمنح ملح الحمام الطبيعي النعومة والليونة والتخلص من البشرة المتقشرة، يعني قشرة دون تهيج الجلد. ينشط ويحفز الجسم عند إعطائه في حمام بارد. من خلال عملها المطهر، يعني الملح، تحافظ على النظافة الشخصية الجيدة وتطرد الحشرات من الريش. لذلك نوصي بوضع ملح الحمام الطبيعي مرة أو مرتين في الشهر. أنا شخصيا أبالغ في هذه المرحلة ديال تبديل الريش، ربما يوم، يعني كل يوم أو مرة في يومين، بعد يومين يضاف هذا الملح في الماء ثم يعطى للطيور، لأنه مهم جدا حتى يزيل الطفيليات، يكون عندنا نمو ريش جديد جد صحي. هذا مهم بشكل خاص خلال فترات الرمي، لأن ملح الحمام الطبيعي من خلال عمل منشط يحفز الدورة الدموية، يعني يقوم بتحفيز الدورة الدموية ويساعد في القضاء على النزول، يعني يسرع عملية النزول أي تبديل الريش، وبالتالي يساهم ملح الحمام الطبيعي بشكل فعال في صحة الريش الجديد. طبعا خلال الموسم الرياضي، الاستخدام المنتظم لملح الحمام الطبيعي سيحافظ على نعومة وليونته، ويسحب أيضا مثلا في فترة، هذا ما أمكن أقوله على ملح الطبيعي للحمام. ونأتي إلى المكملات الغذائية، وكنعرفوا بأن في هذه المرحلة هذه الطائر كيكون عنده النمو سريع، وبما أن النمو كيكون عنده سريع فهو كيحتاج إلى مكملات غذائية. طبعا فالمكمل الغذائي اللي جيت نتكلم عليه الآن، يعني
خلاف السلطة، بروكولي، تفاح، أنا يعني حتى أعطي يعني بطيخ، جزر، كل هذه الأشياء. فللشرب أو حتى إضافته في الخليط اللي كيكون يعني بأصفر البيض، ممكن نضيف له أيضا هذه المادة التي سوف أتكلم عليكم عليها. وطبعا في آخر الفيديو سوف تشاهدون كيف هي هذه المادة وشكلها وكيف هي طريقة التحضير. اليوم جيت نتكلم لكم على الميلتافيت، ماشي ضروري يكون غير ميلتافيت أو لا نوع الميلتافيت، ولكن أنا عندك استعمل الميلتافيت. هو مزيج خاص من الفيتامينات والأحماض الأمينية والعناصر النزيرة مع مستويات عالية من الأحماض الأمينية الكبريت والبيوتين. يحفز هذا المكمل الغذائي تطور الريش وحالته، ويقوي الريش ويحمي الكبد على منع القذف بسبب الخوف خلال الرمي. ينصح استعمال ميلتافيت في هذه الفترة، ويضمن التمثيل الغذائي الأمثل. إذا فإن المكمل الغذائي ضروري في هذه المرحلة، تعتبر الأحماض الأمينية الكبريتية الموجودة في الملتفت حاجات يعني ضرورية للجسم الطائر، وهي اللبنة الأساسية للريش. أيضا لا ننسى بأنها هي اللبنة الأساسية للريش والجلد. يعزز البيوتين، يعني هذه المادة البيوتين الموجودة في الملتفت، تكوين الكيراتين على الجودة. فالكيراتين هو اللي كيعطينا الريش، كيعطينا واحد يعني جودة في الريش. هذه مادة الكيراتين اللي كيساعد فيها الملتفت في إنتاجها. هذا يضمن حسن الضرب السريع. أنا كقصد بالضرب السريع يعني أنه يعني تطير الريش أو تساقط الريش كيكون في يعني كيكون يعني يمر في أسرع، في سرعة أكثر من الحالة الطبيعية. لأنه يحفز نمو الريش وحالته الجيدة. يقوي الريش أيضا، يساعد على منع القذف بسبب الخوف. فهذا هما الأشياء اللي كنت حبيت أنني نتقاسمها معكم على قضية الميلتافيت. فالآن نخليكم مع الفيديو التفصيلي، ونتمنى الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، وشكرا. السلام عليكم خوتي الماليع، اليوم جينا باش نتكلموا على طريقة تهيئة حمام الكناري المالينوا. طبعا في هذه المرحلة هذه كنكونوا كنحتاجوا حالة تغيير الريش، وهذه المرحلة كطلب منهم يعني استحماء يوم يعني باستمرار. فالمادة اللي استعملوها في تحضير حمام الكناري هي هذه المادة اللي كتسمى باك سالت. يعني ملح الحمام. فهاد الملح هذه طبعا هي كما كتشوفوا هنا في الصوره، فجايه من شركه ناتوراو. وهذا الملح كيتستعمل ايضا طبعا للحمام، وحنا كنستعملوه ايضا للكناري المارينوا. طبعا هنا من بعد اعطيكم يعني الكميه اللي كيحتاج الانسان ديال الملح اللي غادي يدير، يضيفها في الماء باش يمكن له يهيئ الحمام. كي يعني في الانسكريبسيون في الورقه يعني ديال اللي كتكلم على هذه الماده، ماده الملح، كيقول لك خاصك تملأ يعني هذه الغلاقه كامله، وكتضيف على 20 لتر ديال الماء. يعني ومن بعد كتعطيهم داك الماء يقوموا به الاستحمام ديالو.
فانا هنايا ما غنديش 20 يترو، ولكن غندير تقريبا يترو د الماء، وغادي ندير فيه واحد القياس ديالي اللي هو واحد ملعقه صغيره. وهاد الملعقه الصغيره بهذا الشكل هذا، انا غادي ناخذ جوج ملعقات كنضيفهم الاول هنا هاد الاناء ديال الماء. واخا من بعد كنجيب يطرد الماء ديالي اللي هو هذا يطرد الماء، وكنفرغوا في الاناء ديال الاستحمام. طبعا واخا انا قلت يطرد الماء على حسب الاناء اللي غادي يكون عندكم، اهم شيء هو الاناء ما خصوش يعمر بزاف بالماء باش الطيور ما يغرقوش داخل الاناء، يعني ديما كتخلي الماء يوصلهم تقريبا شويه فوق رجليهم وراه كافي. انا هنا تعمدت ندير الملح الاول في هذا الاناء هذا، هذه واحد الشربه ديال الماء ديال الطيور شويه كبيره، غير باش يمكن لي انني نخلطها بهذه الطريقه هذه باش ديك الملح تطلق مزيان في الماء. ها من بعد كنضيفها انا على الماء ديالي اللي غادي نعطيه للطيور باش يستحموا به. بهذا كنكونوا جهزنا الاناء ديال الماء اللي فيه الملح اللي طبعا محتاجين للطيور في المرحله ديال تبديل الريش. والماده اللي كنعطيو الطيور يشربوها وهو واحد الماده اللي كتسمى ميلتافيت. هاد ميلتافيت يعني كتساعدهم بزاف في هذه المرحله ديال تبديل الريش، بحكم التكوين ديالها في عده فيتامينات. انا دابا في هذا الفيديو اللي دابا كنسجل غادي غير باش انني نبين لكم طريقه تهيئ الملتافيت. الملتافيت كيجي بهذا الشكل هذا بودر، كنفتحوه كنجبروا فيه واحد المعلقه يعني صغيره، هادشي طاح، واحد المعلقه صغيره، هو كما كتشوفوا يعني واحد يعني بودر يعني بحال غبار اصفر. كنجيبو انبوبة الماء او قارورة الماء اللي فيها عندي انا لتر من الماء، وكنضيف لها اربعة ملاعق هذه الصغيرة الموجودة في اناء ديال الملتافيت، يعني اثنين ثلاثة اربعة. وبهذا نكونوا يعني انتهينا من تهيئ ديال هاد ديال الملتافيت، ومن بعد خصنا نعطيو يشربوه بشكل يومي في هاد المرحلة هاد. ما نساوش اننا نحركو طبعا. على هذه الطريقة ديال الملتافيت، نتمنى من الله تكون افدتكم. السلام عليكم.